الحالة المؤسفة هي التحكيم بصراحة. نعم. أنا أعتقد اليوم ندفع ثمن المخلفات القديمة، شلون كان يجي الحكم، شلون كانت تتكون الحكام عندنا، حكام مرشح من الاتحاد الفرعي الفلاني، اتحاد من عضو الاتحاد الفلاني، يجي يدخل اختبارات ينجح، مو اختيار حكم، مو بناء حكم، مو معايير، مو معايير حقيقية. لا، مجرد هو ترشيح وزيادة عدد، زيادة عدد. ولحد الآن اعتقد زيادة العدد يحتاجون عدد على الفار، ما كان نبحث على النوعية او الكواليتي، نعم لا، نبحث عن حكم يتواجد.